اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. اليوم لن يكون العنوان هو عنوانا عاديا، وليس الحديث اليوم هو يعني من الحديث العابر. اليوم الكلام مشروع عمر في الحياة، يعني لا يمكن مهما كنت ومهما بلغت أن تستغني عن مثل هذه الأشياء. هي ليست قضية سريعة، وإنما هو مغنم إذا أخذ الله بيدك إليه فقد أراد بك خيرا عظيما. إذا دخلت وولجت هذا الباب فقد ألبسك الله ثياب التوفيق وملأت حياتك. اليوم الحديث عن سلاحك وعدتك وعتادك وقوتك وطاقتك ونجاحك وطعامك وشرابك وكل شيء في الحياة لك. لن يكون اليوم الكلام عن شيء، إن وجد فنعم ما هو، وإن لم يوجد فلا حرج. اليوم عن القوة الأكبر لك في هذه الحياة، عن معية الله لك. تقلب ناظريك في كتب العرب وتقرأ في كلامهم وتنظر في ألسنتهم، تجد أن المعية بمعنى المصاحبة. المصاحبة لا يلزم منها المحاذاة ولا القرب، ولا أن يكون عن يمينك وعن شمالك، ولا أن يلزم منها المماسة كما قرر هذا المعنى ابن تيمية. ولا يلزم من معية الله جل وعلا لعبده انتفاء صفة العلو عنه تعالى ربنا وعز، فهاتان صفتان ثبتتا للحق تبارك وتعالى. وقد قرر هذا المعنى جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى، منهم الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى، ومنهم أيضا الذهبي في كتاب العلو، وابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش وغيرها. المقصود أنه معية الله لن تكون الحديث، أو لن يكون الحديث اليوم عنها بمعناها العام، بمعنى الإحاطة والعلم والتقدير. اليوم سيكون عن معنى خاص للمعية، معية الله لعبده التقي، لعبده الذي أراد أن يفوز بمعية الله له. معنى أعمق وأكبر وأدق وأجل من أن يكون الحديث عنه فقط في قضية الإحاطة والعلم والتقدير التي تكون لكل أحد، وإنما اليوم الحديث عن معاني كبار جدا، واحد منها كفيل أن تقدم كل ما تملك علك أن تفوز به. معاني جاءت في القرآن بقرابة 17 آية، النصر، تأييد، الإعانة، توفيق، الهداية، الإرشاد. تشعر أن عناية الله تحوطك، يعني حينما تفوز بمعية الله أن يتولى الله كل تفاصيلك، جوارحك، كل ما لك، أو جوارحك أن يتولى الله عز وجل كل ما لك. تشعر أن فوزك بهذا المعنى هو فوز بمغنم الدنيا والآخرة. يعني حينما تقرأ في معية الله جل وعلا لعبده، ثم تقرأ في حديث أبي هريرة المشهور بحديث الولي، تشعر أن هذه المعية هي تنال كل تفاصيلك. يعني فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحالة اليوسفية التي كانت ملؤها الفتنة، تشعر أن عناية الله جل وعلا كانت أكبر من تلك الفتنة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليش؟ هنا عناية الله ومعية الله ليوسف. يعني سبحان الله، أذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء إلى قول الحق تبارك وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، بيّن أين يكمن الحزن الحقيقي. ليس الحزن أن تبقى أنت ومرضك، ليس الحزن أن تصارع الفقر وحدك، ليس الحزن أن يطاردك البلاء، وإن كان هذا أحد الأسباب الجالبة للوجع وتشقق القلب بالآلام، لكن الحزن الحقيقي أن تبقى أنت وبلاء الله وحدك، وعناية الله قد تجاوزتك إلى غيرك. الحزن الحقيقي كما بيّن هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى عند قول الله: لا تحزن إن الله معنا، ألا تفوز بمعية الله. في اللحظة التي كان يرتجف فيها قلب أبي بكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت السكينة تنذر في فؤاد أبي بكر بلسان رسول الله استشعار معية الله لنا. لأنه إذا انسكب عليك هذا الماء وهو ماء حفظ الله عز وجل، ما أحد من خلقه يستطيعك. لا تحزن إن الله معنا. مكة تقيأت كل رجالاتها أن يفوزوا برسول الله، لكن معية الله كانت أكبر وأقدر.
لذلك أذكر أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر جملة عجيبة جدا، أن بعض المتقدمين كان عنده رقعة قد كتب فيها سطرا وضعها، أي هذه الرقعة، في جيبه يطالعها بين كل فترة وأخرى. هذه الرقعة كانت بمنزلة الضمادات لجراحاته وأوجاعه وآلامه، مكتوب فيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. استشعار مثل هذا المعنى يجعل كل تلك الآلام، كل تلك الآلام تسكن بعد أن قال، بعد أن كان قلبك يغلي منها ومن آثارها، أصبحت تلك الآلام تسكن. استشعاري أن الله معك. سبحان الله العظيم، لما جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجلي لك لماذا تصبر، ترى فعلا هذا سؤال عريض في 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 خضم احيانا الابتلاءات التي تنسكب على الانسان، في لحظه كان ملؤها الوجع، واخرى ملؤها المرض، وساعه كان ملؤها احيانا الفقد والوجد على من يحب. طيب ليش تصبر؟ تصبر كما قرر هذا المعنى وهذا الدافع الكبير ابن تيمية، شهود معيه الله لك، ان الله مع الصابرين. ترى يا جماعه، استشعار مثل هذا المعنى يجعل الانسان دائما وابدا في فوز كبير جدا. ليش؟ لأن الله إذا كان معك فقد تولى كل تفاصيلك. أحيانا ترى أقواما انهمرت عليهم مياه الامتحانات، ومع ذلك تجد أن وجوههم مشرقة بالابتسامة، وتجد آخرين ربما أحيانا النعيم يتسابق إليه، غير أن الله أشقاه بأسباب النعيم والسعادة. لذلك أذكر مرة من المرات كنت أقرأ في كتاب ذيل الطبقات لابن رجب، وكان في ترجمة الإمام الكبير الحنبلي بن عقيل رحمه الله تعالى، وكان ابن عقيل في ساعة ملؤها الفقد على ولده، وقد تشقق قلبه جراء غيابه، وكان واقفا على رأسه في لحظة ملؤها الوداع، يقف على رأسه كذا يشعر أنه في الساعة التي لن يراها في هذه الدنيا ولده بعدها، ثم أراد أن يمسك فؤاده بمقبض السكينة بمثل هذه الكلمات، بمثل هذه المعاني الكبيرة جدا، يعبر عن تلك الآلام التي كانت تشوي كبده في تلك اللحظة، غير أنه كان يسكب عليها ماء اليقين بمثل هذه العبارات. يقف على رأس ولده ثم يقول له تلك الجملة: يا بني، وهو مكفن مسجى، يا بني الرب خير لك من الأب. يا سلام، حينما تستشعر أنك تستشعر أن الله معك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك. لذلك تأمل أنت لما تقرأ في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة موسى كان في اللحظة التي يرى فيها موسى هذه القوة العجيبة جدا من كيد السحرة، وكان موسى على مرأى من الناس جميعا وعيونهم ترقبه، ثم إذا بموسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة تسللت إلى قلبه ودخلت إلى داخله في اللحظة التي ما أراد الله عز وجل لموسى إلا أن يعلي شأنه وأن يرفع قدره، ألا يتركه وحده. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يا سلام على مثل هذا المعنى الذي أنت حينما تكون بأمس الحاجة أن يسكن قلبك، وإذا بالله يطمئنك بأني أنا معك، إنني معكما أسمع وأرى. قل لآلامك، لأوجاعك، لأحزانك، لمواجعك، للامتحانات التي شققت فؤادك: إن الله معي. بس يكفيك، ترى خلاص هنا ستشعر أن مواصلك التي تفرقت عليك، وأن فؤادك الذي تشتت من بين يديك، كلها ستعود إليك بعون الله وتوفيقه وإعانته. ولذلك لما ألقى موسى عصا التي كان يهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، رآها تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل، شوف رسالة الله إليه، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. في اللحظة التي أنت تشعر فيها أن أحيانا الطب رفع يده عنك، أو في الساعة التي تستحضر أن الخليقة كلها تركتك وحدك، استشعر معية الله لك. في اللحظة التي تكون قد ربما
أصبحت الدنيا قد ألقت مخاوفها في داخلك، استشعر معية الله لك وقل لكل تلك الأحزان لا تخف ولا تحزن. طيب ليش؟ لأن الله معك، والله مؤيدك وناصرك وحافظك ومعلي شأنك ورافع قدرك. في الساعة التي تشعر أنه ليس أحد إلا وقد رفع يده، استشعر قول الحق تبارك وتعالى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فعلا إنك من الآمنين. قل لأمراضك، قل لفقرك، قل لمخاوفك جميعا: إن الله معي. استشعار مثل هذه المعاني تجعل العبد دائما وابدا يكون في طمأنينة ورضا بما قضى، بما قدر الله جل وعلا عليه وقضى. لأن الله عز وجل يحب صبرك، والله عز وجل يكون معك، والله يحب إيمانك، والله يكون معك، والله يحب إحسانك، والله يكون معك. إذا كان الله معك فقد جمع الله لك مفاوز الدنيا والآخرة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد: ما هو التوكل؟ التوكل هي تلك اللحظة التي ينقطع فيها القلب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هي تلك الساعة التي تشعر أن فؤادك استحم من كل تعلق بأي أحد إلا ربك، بس يبقى لك الله وحده لا شريك له. قال الإمام أحمد عن التوكل: انقطاع الرجاء في القلب من الخلق. هذا هو معنى التوكل عند أحمد. طيب قيل لأبي عبد الله: لأي شيء ذهبت لذلك؟ ليش؟ قال الإمام أحمد: إن إبراهيم حينما ألقي من المنجنيق في النار جاء إليه الملك وقال: ألك إلي حاجة؟ في اللحظة التي يرى إبراهيم فيها النار يأكل بعضها بعضا حتى أنها تكاد أن تحرق الهواء، وإذا بإبراهيم عليه السلام استشعر أن الله معي. ترى أنا أعرف أن مثل هذه العبوديات أنها في غاية هي المشقة، لكن العبد إذا تبوأ حلل الإيمان وأصبح يتقرب إلى ربه جل وعلا بألوان من العبادة، أن الله سبحانه وتعالى لا يتركه، أن الله جل وعلا لا يتركه. فقال الملك للإمام لإبراهيم عليه السلام: ألك إلي حاجة؟ فنظر إليه إبراهيم قال: إليك وهو وإبراهيم في الهواء، إبراهيم سيلقى في النار والملك سيعود من حيث جاء. قال: أما إليك؟ قال: نعم. قال: فلا. أما إلى الله فنعم. أنا هذه اللحظة يعني حينما أنت تكون فعلا تستشعر أنه أنا مستغني عن كل أحد، بالله وحده لا شريك له، ثقة واعتمادا وتفويض أمر وتوكلا وإنابة وحبا ورضا بما قدر الله جل وعلا وقضى، تشعر أن قلبك استغنى عن كل أحد إلا الخالق. قال إبراهيم للملك: رسالة ملؤها الإيمان، لك أيها الملك لا، أما إلى الله فنعم. فقال الملك في تلك اللحظة: سل الذي حاجتك إليه. قال إبراهيم: أحب الأمرين إليه أحبهما إلي. في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. قال إبراهيم: أحب الأمرين إلي أحبهما إلي. هذه الجملة السريعة صعدت إلى السماء، ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفتحت لها مغاليق السماء، أبواب السماء شرعت لها، فكانت رسالة الله إلى النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قوم إبراهيم قد تيقنوا أن إبراهيم سيصبح هشيما تذروه الرياح، وأول من وقف على طرف النار وعلى حرفها ووالده. ثم إذا بإبراهيم بعد مرور ليالي عدد، ذوات العدد، يرى إبراهيم قد خرج من النار والله ما مسته بسوء، فكانت عليه بردا وكانت سلاما، حتى إن بردها لا يؤذيه عليه الصلاة والسلام. فإذا بوالده ينظر إلى آثار رحمة الله في إبراهيم ويندهش من قدرة الله العظمى على هذا المخلوق، وكيف أن قوانين الكون قد توقفت في تلك الساعة، لا لشيء، لا لجيش ولا عدة ولا عتاد ولا لدهاء إبراهيم ولا لذكائه، وإنما لما قام في قلبه من أن الله معه بس. فقال والده له في لحظة يرى فيها أثار صنع الله عز وجل في عبده: قال يا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: نعم الرب ربك. أيها الأحبة، أنا سأختم هذه الخاطرة بكلام لا أتجاوزه: تقرب إلى الله ما استطعت،
تكن مع ربك جل وعلا يكون الله معك. احفظ الله يحفظك، بذكر، بقراءة قرآن، بدعاء، باستغاثة، بافتقار، بتوكل، بإنابة، بحب الله، بتعظيم، برجاء، بإخبات، بفقر، بصدقة، بقيام في لحظة لا يضحك فيها إلا ربك سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في هذه اللحظات التي تشعر فيها أن روحك صعدت إلى الملكوت الأعلى لما قام في قلبك من إجلال الله وحبه وتعظيمه ورجائه، هنا يكون الله معك، هنا تنسكب عليك ألوان الخيرات من ربك جل وعلا، ويصيبك عطاء الله في اللحظة التي ربما لا يبقى معك أحد، ما يبقى معك أحد إلا ربك سبحانه وتعالى. تأتي إلى الطب فيقول لك الطب أنا ما عندي لك شيء، لكن الله يوقف الطب عاجزا، لكن ربك جل وعلا يدهش الخليقة بأثاث رحمته التي بلغتك. ولذلك أيها الحبة، ألح على ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن الله يحب المتقين وهو معهم، ويحب الصالحين وهو معهم، ويحب الصابرين وهو معهم، ويحب المخبتين وهو معهم، ويحب الصادقين وهو معهم، ويحب الخاشعين وهو معهم، ويحب القانتين وهو معهم، ويحب الذين يحبونه وهو معهم جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وتعظيمه ورجائه وخشيته والفقر له. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقر عبادك إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.